السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكورة مع أبو الشيك. الفيديو ده معمول مخصوص للزمالك، حبا في نادي الزمالك مش أكتر ولا أقل، عشان خاطر في ناس طلعت بتقول عليا مثلا كلام مش عليا، إن أنا مثلا عندي انتماء أهلاوي، فأنا حابب أرد عليهم في الفيديو دوت. النادي الاهلي من غير نادي الزمالك، يا جماعه اللي افهموا الكلام وركز معايا، النادي الاهلي من غير نادي الزمالك مش مفيش كره مصريه، ونادي الزمالك من غير النادي الاهلي مفيش كره مصريه. انا عايز واحد زملكاوي يطلع يقول لي النادي الاهلي حارب النادي الزمالك في ايه، مش اكتر ولا اقل. نادي الزمالك طبعا معروف من زمان مش من دلوقتي ان هو بيجيله لعيبه على اعلى مستوى، والمعروف عنه الفن والهندسه، انا اشهد بكده، اشهد طول عمري نادي الزمالك بيجيله لعيبه لعيبه على مستوى عالي جدا من المهاره، والكواليتي بتاعها عالي جدا. بس المشكله ان هم ما عندهمش السوق، ما عندهمش التنظيم. طبعا هيقول لك انت برضو خارج بتتكلم، يعني انت بتقول كلمه حلوه عن الزمالك وهتيجي تقول لي مثلا ما عندهمش تنظيم؟ هي دي الفكره يا جماعه، انا راجل محب النادي الزمالك، انا مش بشجع النادي الزمالك لكن انا بحب نادي الزمالك، مش بكرهه ولا بكره اي نادي مصري. الفكره ان عايز بس ان النادي الزمالك يبقى كويس مش اكتر ولا اقل، ودي جمهور الزمالك معظمه عايز كده، معظم جمهور الزمالك المحترمين عايزين النادي الزمالك يبقى كويس، مش بالصوت ولا ان هو يبقى الرئيس عندي يقول لي ده انا اسد والكلام ده كله، مش كده. خدت استفدت ايه؟ انا بتكلم كوره، انا مش بتكلم اي حاجه تاني، انا بتكلم كوره. انت السنه دي خدت ايه؟ والسنه اللي فاتت خدت دوري وكاس فرحان بيهم قوي. معلش يا جماعه ما تزعلوش من كلامي، انا بتكلم يعني من منطلق حبي اقسم لك بالله لنادي الزمالك، مش منطلق حاجه تاني. انت السنه اللي فاتت بتقول خدت دوري وكاس، برضو مش حاجه. انت فين من افريقيا؟ انت بقالك 20 سنه ما بتعملش حاجه في افريقيا. طيب انت بتقول لي خدت السنه اللي قبل منها الدوري، طيب برضو انت فين من افريقيا السنه اللي قبلها؟ انت بقالك 4 سنين ولا 3 سنين بتخرج من الدور التمهيدي، مفيش منه الكلام دوت يا باشا. انت بتحاربوا نفسيكوا بنفسيكوا. نادي الزمالك انت المفروض على الكواليتي بتاع اللعيبه اللي دخلك على اخر فتره دي، بن شرقي وساسي وطارق حامد ومش عارف مين ومصطفى فتحي كان عندك، وابو جبل كان عندك، والونش معاك ومعاك امام عاشور، المفروض انت من سنتين ولا حاجه كنت المفروض يبقى عندك دوري ابطال افريقيا. طبعا انت ربنا وفقك وطلعت للنهائي اللي هو نهائي القرن بتاع قفشه، بس الحمد لله النادي الاهلي قدر يكسب. النادي الزمالك عنده مشكله، ومشكلته مش في لعيبه، مشكلته في اداره، مشكلته في سوء التنظيم، مشكلته في حاجات كتيره جدا بره الملعب. عايزين حل، قلنا الحل 20,000 مرة، قلنا نركز في فريقنا، قلنا نركز في نادينا، قلنا نركز مع نفسينا. يا عم لو النادي الاهلي بي 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 مثلا بيعمل اساليب مش كويسة، انت ليه ما تعملش زيه وتبقى زيه كده ساكت وتعمل اللي انت عايزه؟ سهلة اهي، يعني هي سهلة خالص، ما فيش حق، يعني ما فيش اسهل من كده. انت دلوقتي بتقول النادي الاهلي عامل مش عارف ايه والكلام ده كله وسحر، ومع انه انا مش معاك ومش مصدقك ومش مقتنع باللي انت بتقوله، مش بس مصدقك لا انا مش مقتنع، عقلي مش مقتنع بالكلام دوت. انت ليه ما تعملش نفس اللي بيعمله النادي الاهلي وتريح دماغك وتقول مثلا العين بالعين؟ لكن انت بتطلع النادي الاهلي بيفكرني بالراجل الكبير اللي هو بيضرب عيل صغير، فالعيل الصغير مش عارف يرد عليه فبيفضل يشتم. الموضوع بقى بالنسبه لنادي الزمالك انا شايفه ان هي الحل عندكم في الاداره، الحل في نادي الزمالك اداره مش حاجه تاني. اداره نادي الزمالك هي اللي عامله عدم توازن في الفريق، وبالتقارير اللي هم بالمؤتمرات اللي بيعملوها وبالبيانات اللي بيعملوها، وان انت تطلع طب اقول لكم على حاجه، حضراتكم فاكرين الفترة اللي جه طلع فيها رئيس النادي وقال لك ان احمد فتوح بيشرب مش عارف ايه، وعبد الله جمعة بيمشي مع مش عارف بناته وبتاع والكلام ده كله؟ الفريق من ساعتها لو انتوا تفتكروا مفيش خطوة واحدة لقدام، الفريق من ساعتها
واقع وقع طين، اللعيبه منهاره منهاره، مش عشان خاطر حاجه. انت ازاي رئيس النادي بتاعي وانت اللي بتقول، انت اللي بتقول عني الكلام دوت؟ يعني انا برضو مش مستوعبها، يعني انا برضو حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. حاسس ان اللعيبه ذات نفسيها من ساعه الموضوع دوت وهم بقى ما عندهمش روح كده للعب او قفلت. وادينا شفنا امام عاشور برضو لما عمل شعره طلع وتهزق ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا انت الكلام ده ما تطلعش تقوله في التلفزيون، يعني انت ما ينفعش تطلع تقول في التلفزيون انت تعاقب اللعيب بتاعك عمل شعره، تعاقبه في الملعب او تعاقبه بينك وبينه في النادي ان هو ما يعملش كده تاني، وتقول له يلزمه ان يحلق شعره او يعمل شعره او يعمل اي حاجه بره ان انت تشهر بيه في التلفزيون قدام الناس كلها، تعمل عقوبه، تعمل خصم عليه، الكلام ده كله احسن من ان انت تطلع قدام الناس تحرج اللعيب نفسيته صفر. انا عن نفسي شايف ان احمد فتوح ما طلعش بسنتي قدام من ساعه ما اتقال الخبر دوت عليه، وبالنفس نفس الكلام على عبد الله جمعه. عبد الله جمعه اصلا ما بيلعبش وما بيقعدش اصلا بديل على الدكه، فالموضوع اتطور والموضوع بقى صعب جدا. دلوقتي انا عندي جنون العظمه، عندي حاجه اسمها جنون العظمه، ان انا عايز اطلع اقول كل الكلام واطلع انتقد الناس كلها واطلع اغلط في الناس كلها، ومش عايز حد ينتقدني ومش عايز حد يقول لي انت بتعمل كده غلط، او عايز حد يعلق على كلامي او ينتقدني. فدي كمية الـ 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 الغرور وال وال واللم مش عارف اقول ايه. يعني انا عن نفسي من كتر زعلي على نادي الزمالك مش عارف اقول ايه. باشا انت هتطلع تقول لي مثلا انت مالك ومال الزمالك؟ حبيبي الزمالك دوت نادي مصري، نادي مصري مش مختصر عليك كجمهور زمالك او جمهور اهلي. انا راجل بقول لك، انا راجل محايد من جوايا، راجل بتعامل عندي سلام نفسي بقدر اتعامل بيه مع الامور زي كده. يعني نادي الزمالك بالنسبه لي نادي مصري، انا اشجع نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك عنده ماتش في البطوله العربيه، انا ابقى معاه مش هبقى ضده وهشجع نادي الزمالك بس. فما تجيش تقول لي ان انت ماليش دعوه بالزمالك. لا، ازاي ماليش دعوه بالزمالك؟ انا راجل بطلع على القناه بتاعتي دي محايد، بطلع بقول الكلام اللي انا عايز اقوله، ومش حكر على حد ان انت تسمعني او ان انت تقتنع برايي. بس لو انت حضرتك راجل زملكاوي خايف على الزمالك، هتحس ان كلامي دوت خوف على الزمالك مش اكتر ولا اقل. انا كده كده النادي الاهلي مش محتاج ان انا، او مش محتاج حد اصلا عامه يطلع يتكلم عليه. النادي الاهلي بيشتغل في صمت وكده بتلاقيه ناجح. اخر 6 سنين طالع 5 نهائيات افريقيا واخر منهم 3. يعني انت حط كده عقلك مكاني، يعني مش عارف بتفكروا ازاي، الله اعلم. لكن انا من كلامي خوف على نادي الزمالك مش اكتر. ممكن اكون طريقه القائي مش مناسبه لحضرتك، لكن هو خوف لنادي الزمالك مش اكتر ولا اقل، والله خوف على نادي الزمالك بس. وفي نهايه الفيديو حابب اني اشكر كل حبايبي واصحابي اللي تابعوني لنهايه الفيديو، واتمنى ان انت حضرتك تعمل لي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. والسلام.